وهناك علاقة وثيقة أيضا بين الهوام يعني الهامة والعين اللامة. ما هي العلاقة؟ يلا هاتوا العلاقة. ما هي؟ قال بعض العلماء لفت النظر يعني إنه هناك يعني الحديث يقول من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طيب الشيطان والعين اللامة مشهور أن الشيطان يحمل العين إلى يعني من العائن يوصلها لتصيب المعين لتصيبه. فالشياطين سبب في يعني في علاقة بين الشيطان والعين، في علاقة، لكن هل من علاقة بين الهامة والعين؟ إيه؟ طيب مين اللي قال بعض الحيوانات؟ أيوة ورد في الأحاديث الصحيحة أن بعض الهوام تصيب بعينها الإنسان إصابة من نوع خاص، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين، اقتلوا الحيات وذا الطفيتين. قيل في ذي الطفيتين: حية على خط على ظهرها خطان، على ظهرها خطان. قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. الأبتر مقطوع الذنب أو ذو الذيل القصير، يعني في نوع من الحيات على ظهر خطان أو له قرنان، ونوع آخر أبتر قصير الذنب. طيب لماذا ركز عليهما ونص عليهما مع أنهما من الحيات؟ لأن في البداية قال اقتلوا الحيات، يعني الحيات عموما اقتلوا الحيات، وبالذات أكد على نوعين ذا الطفيتين والأبتر. لماذا؟ قال: فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فإنهما يستسقطان الحبل، يعني هذا الثعبان، هذا النوع من الحياة تحديدا لو نظر في الحامل أجهضت. ويلتمسان البصر، بعضها ينفث سمه على عين الإنسان فإذا أصابه عميه. أما قضية قذف الحية بالسم، إنه في حياة تقذف مسافات، هذه معروفة يعني في عالم الحيات، وبعض الموسوعات العالمية أو القنوات العالمية أظنها، ولو لم يعني أرى فيها ذلك أو ما طلعت على شيء مباشرة، لكن أظن موجود يعني من مظانها أنها تذكر في تحقيقاتها المصورة واستطلاعاتها في الغابات ويعني الأماكن المختلفة الحيات من النوع نفاث السم، نفاث السم.
نفاث السم أظن ذلك موجود. على أي حال قال فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر، روى البخاري ومسلم، وهذا فيه بيان على علاقة بين اللامة والهامة، بين الهامة والعين اللامة. فتجتمع هذه الشرور الثلاثة الشياطين والهوام والعين في أمور ثلاثة: شدة الخطورة وشدة الخبث وشدة الخفاء. فنعوذ بالله من شر كل ذي شر. وقول في الحديث إن أباكما، فيه إشارة إلى دور صلاح الأجداد أو الآباء في نفع الأبناء وحفظ الأحفاد، وكذلك تأسي الحفيد اللاحق بالجد السابق، وكذلك فإن فيه أيضا الإشارة إلى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من تنحية أولاد البنات من الخير أو الميراث أو العلم أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام عوذ من؟ الحسن والحسين، وهما ابنا بنته. فإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الالتفات إلى البنات وأولاد البنات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم جدا بالحسن والحسين. أهل الجاهلية هم الذين قالوا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن، شوف، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فيقصد يعني ما لنا دخل فيهم، خلاص مو تبعنا خلاص، بنونا بنو أبنائنا يعني الذكور، وبناتنا بنوهن أولاد الرجال الأباعد، كانوا متبرئ يعني ما له علاقة يعني خلاص. وكيف هذا؟ أليس هؤلاء من أحفاد الإنسان؟ طيب أيضا يعني في لفت نظر في الحديث إلى أن الآفات هذه كثيرا ما تعتور الصغار، يعني الشياطين والعين، نعم، كثيرا ما تعتور الصغار، تصيب الصغار. فالشياطين والحشرات والهوام والعين، ولذلك يتأكد المحافظة عليهم مثلا في الرحلات عند الخروج إلى أماكن مختلفة، والتعويذ الأطفال لكثرة ما تلتمسهم هذه الشهور الشرور، لكثرة الشرور التي تلتمسهم، ولأن الكبير قد يعوذ نفسه وقد يدافع عن نفسه، أما الصغير فهو ضعيف، فتعويذ الضعيف من الحكمة. وكذلك في الحديث المحافظة على الصغار من مشاركة الشيطان أو إصابة الشيطان لهم، وشاركهم في الأموال والأولاد، فالشيطان حريص على الدخول في الأولاد، حتى لو ينسي الزوج ذكرى الوقاع والتسمية عند إتيان زوجته، حتى يحرم الولد من فائدة عظيمة. وفي الحديث شكر نعمة الأولاد والأحفاد وتعويذهم، وهذا من باب حفظ النعمة، هذا من باب إيش؟ حفظ النعمة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين